أحلى أن نعيش في خير وسلام، في خير وسلام. ما أحلى أن نكون في حب ووئام، في حب ووئام. ما أحلى أن نعيش في خير وسلام، في خير وسلام. العنف في مجتمعنا هو ظاهرة اللي هي ما بتخلق هيك فجأة، هاي ظاهرة اللي هي بتنمى معنا، وللأسف الشديد احنا كتير مرات منكونش واعيين للأسباب اللي بتوصل أولادنا لاستعمال العنف. أنا حسب رأيي بالتجربة البسيطة الموجودة عندنا في داخل المدرسة، عدم وجود ضوابط وعدم ملاحقة الأمور وعدم توجيه الطلاب، عدم تنمية الالتزام والاهتمام عند الطلاب تجاه نفسهم وتجاه الآخرين، هي الأسس الأولية اللي بتفيها بتنمى ظاهرة العنف، ومن بعدين بتصير الأمور تتطور بشكل سلبي. تجربتنا المدرسية كانت سيئة في البداية مع ظاهرة العنف واستعمال العنف، وإحنا بالأساليب اللي استعملناها في المدرسة كان في وجهين لعملة واحدة، اللي هن من ناحية وضع حدود واضحة جدا للطلاب، مرافقتهم متابعتهم بكل الأمور السلوكية اللي هم بيمارسوها، والجانب الآخر احتوائهم ومحبتهم وتوجيههم بحنية وبعطف. هدول الشغلتين هن اللي وصلوا أولادنا بنهاية الأمر لضبط سلوكهم ولا تحسين أدائهم الاجتماعي العاطفي تجاه بعض. العنف هو مش مشكلة لا حل لها، هي مشكلة قابلة للحل، وهي مشكلة بحاجة لالتزام واهتمام من قبل الجميع. للأسف مجتمعنا بحبش كتير النظام، بحبش كتير الالتزام، بحبش كتير الضوابط، وبيحاول يتصرف بعشوائية، وهاي الأشياء بتسبب بالآخر وإحنا نصل لمحل سيء نعاني فيه كلياتنا، ونصل فيه لمرحلة نقول ليش وصلنا لهون. ما وصلناش لهون ولا بسبب أي طرف آخر، إحنا المسؤولين الأولين والآخرين عن الوضع اللي وصلنا له، إحنا لازم نغيره، إحنا بإيدنا نغيره إذا بنأخذ القرار الحقيقي إنه إحنا نقول تصرفاتنا غلط، تعاملنا مع أولادنا غلط، تعاملنا مع الحياة بشكل عام هو خاطئ. الدنيا مش حرب، الدنيا مش مقاتل، الدنيا مش مين بيغلب مين، الدنيا مين بيرافق مين، مين بده يعيش مع مين. بفكرش إن إحنا خلقنا على هاي الدنيا عشان نموت بشكل سلبي وسيء. الموت مزبوط حق، ولكن نموت بعد حياة كريمة وحياة هادئة وحياة اللي فيها سلام داخلي وخارجي. مجتمعنا العربي اليوم عايش بازدواجية كبيرة، منه التقدم وملاحقة العولمة والعصر، ومن جهة تانية احنا كتير بنيجي عنيفين مع بعض. يعني العنف هو مش للشعوب اللي هي متحضرة، انما للشعوب اللي تنقصها ثقافة وحضارة. لذلك اذا احنا بدنا نواكب العصر لازم نكون في كل مضامينه، كمان تصرفاتنا تكون لائقة ما فيها نوع من العنف. نصيحتي لبناتنا وشبابنا اليوم، قبل ما تمد ايدك، قبل ما تطلع اي كلمة سيئة من تمك لأي شخص، فكر لو انك انت مكانه شو بتحس وشو بتفكر، شو بكون شعورك، فكر بنتيجة تصرفاتك. مرحبا، انا اليوم اجيت عشان موضوع العنف. كل الناس تستحق تعيش، عشان هيك لا للعنف مع السلام، لا للعنف والخصام، نتفاهم بالكلام. تأذيني وليش أذيك، يلا نعيش بسلام. محلانا نعيش بخير وسلام، محلانا نكون بحب ووئام. إحنا ضد العنف ومع التسامح، محلانا لما نسمع بعض، ومحلانا لما نفهم بعض. لما نعيش بخير وسلام بيعودش الشر يأذينا. نصيحة مني، ابعدوا عن الألعاب اللي بتسبب العنف. لا للعنف والخصام، التفاهم بالكلام. حبوا 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 بعد حبوا، حبوا 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 بعد حبوا، احنا منحبكم، احنا مع التسامح. لا في مجتمعنا كتير عنف، ليه في كتير ناس بريئة عم بتموت بدون سبب، لشو بيأدي العنف؟ أكيد بس للدمار. إحنا ضد العنف، إحنا ضد قتل أشخاص بريئة، إحنا بنرفض العنف اللي نتيجته خراب العيال وضياع الشباب.
مرحبا، أنا أنطمن أقولكو إشي حلو. بعرفوا تلعبوا لعبة الفورتنايت اللي بتسبب الخطر وبتسبب للعنف. إحنا بنحب الحياة وبدنا نعيش، بكفي لوين؟ بكفي لوين ده؟ بده يضل الواحد طالع من البيت وخايف إذا هو رجع ولا ما رجعش. يعني معقول الواحد يودع أهله قبل ما يطلع من البيت عشان ممكن يقول إنه هو ما رجعش على البيت بسبب إنه قتلوه بسبب العنف اللي عم يصير عنا بالبلاد. لو أنت هذا العنف والقتل، لازم إحنا مع التسامح، مش لازم نقاتل ولا لازم نسوي إشي. كل الواحد بضل خايف من أي إشي، ما بيموت ناس بس يطلعوا من أي محل. واحد بيكون ماشي بأي محل بتيجي رصاصة فيه طايشة، بموت على الفاضي. العنف عادي سيء، تعالوا نتغلب عليها سوا. لو انت كنا بدنا نصحى من النوم بدنا نسمع قتل وموت. اشي حلو كتير تعيش. ببجي والفورتنايت بتعلمنا القتال والطخ، واحنا ممنوع نلعبها. عنف وقتل اخبار مش حلوة. لو انت بكفي خلينا نعيش بسلام. كل يوم عم نسمع اخبار مش حلوة، لو انت بدنا نضل نسمع هاي الاخبار. كل يوم عم نخاف، تعالي نعيش بكفي، تعالي نعيش بامان. بطل عنا صبر، صرنا نستعمل ايدينا، كمان صرنا نستعمل اسلحتنا، خلونا نصبر، خلينا نستعمل لسان ونحط ايدي بيد. تعالوا نوقف العنف، في اولاد عم بنقتلوا اهاليهم، خلينا نحكي بلسان، شو ذنبهم؟ بلاش نستعمل العنف لانه هذا الاشي عم بيعرض للخطر والحزن. حرام الناس تموت، لهيك وقفوا العنف. قبل ما نتقادر احنا واولاد صفنا بنحكي مع بعض ونتفاهم. الاشي بنسمع بعدين بنحكي واحنا بنحبه. بينفع انه احنا نتغلب على العنف عن طريق الاقناع والتسامح، لانه احنا بنحب الخير لكل الكائنات الحية على سطح الكرة الارضية، لانه في عنا عقل بفكر وقلب بشعر والقدرة على الاحساس بشعور الاخرين. ايد الوحدة بتزقفش لحالها، حط ايدك بايدنا وهذا الاشي بفيدك وبفيدنا. حق كل طفل، كل شاب، كل صبي، كل إنسان، كل ختيار يعيش بأمان.